اهلا، السلام عليكم حبيباتي، شخباركم؟ كيف انتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى اللي اول مره كتشوف القناه ما ترددش انها تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلوها جديد الفيديوهات ديالي. واللي دخلت كتشوف لا فيديو اكيد ما تنسانيش من واحد اللايك. لا لا، اختك حبيبه ديالي، شكرا، ربي يخليك. كتشجعي ليا، هادشي ما كاين. اليوم مع فيديو جديد كيف ما قلت لكم، وروتين جديد البنات. المهم اول حاجه مشيت جمعت بعدا بيت بناتي، وغيكون المهم ديجا يعني بغيت نصور لكم هاد اللقطه هادي. يعني الهدف من هاد لا فيديو باش تشوفوا داك الملصقات اللي كنت جبتهم من عند شي ان. هو ماشي بابيي بان كيقبط وكيتلصق هكذا كامل، جوست واحد اللصقات يعني كتزولهم وكتلصقوهم. وكيف ما وعدتكم قلت لكم النهار غادي نكون غادي نلصقهم، غادي نشاركهم معكم باش تشوفوا يعني كيفاش كيجيو. المهم تغيير بسيط، عطى لا شومبر ديالهم واحد النظره زوينه في الحيط. كان غادي يكون احسن لو كان داك الحيط اللون ديالو بيض، يعني كان غيكون من الاحسن لو كان الحيط بيض، غادي يجيو هاد الملصقات فنين فيه. ولكن ماشي مشكل، رخيصه بتعليمه كيف ما كنقولوا لها ان شاء الله باذن الله. نوبة جايه دابا حتى يعني حتى الواحد خاصو يجرب بعدا المنتوجات كاملين ديال شيئين باش هكا يزعم واش ياخذ اولا لا. دونك دابا انا بما انني جربت هذاك الشيء كله اللي شريته، والله العظيم البنات لا الكاليتي غزاله وزوينه ورخيصه. اهم حاجه من هذا الشيء كامل هو انها بعدا اوموا بعدا شويه رخيصه. دابا كتعطيك كتقدي، كيكون عندك واحد التشجيع باش انك تقدي تشري وتجيبي، كتكوني عارفه الكاليتي، عارفه يعني كيفاش داكشي داير، وكتكوني ديجا شديتي واحد العبر في عينك ديالهم وبزاف ديال الحاجات. دابا ان شاء الله باذن الله نقدر ناخذ بزاف ديال الحاجات من عندهم وانا مطمئنه، هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك ان شاء الله من بعد ما نصبغ لهم البيت ديالهم وداكشي اكيد غادي نولي نعاود ناخذ لهم ملصقات واحد اخرين. وفريمون قسما بالله الا تسطاو عليهم البنات عجبوهم بزاف 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 بزاف. فاش جاو ولقاوني كنلصقهم ولقاوني في التالي كاع كنلصق غير واحد النجيمه وبقاو واقفين برا، وحده كتشوف وحده معاه. دابا حسب لهم كنصور بالصوت وحده كتشوف وحده ما كيهضروش، غير وحده كتشوف وحده وتشوف في الحيط وكدير لها زعما راه زوين بعينيها، وهذا كدير لها زوين جا. المهم اوموان بعدا نفرحوهم ولو بابسط الاشياء كيف ما قلت لكم، ما فايتينش شي 16 درهم ثمنهم ولا 19 درهم ولا 11 درهم، حيت خديت 4 ديال الباكيات. دونك كان ماشي 4 الباكيات، جوج باكيات ولكن هذا هو لو بري ديالهم، يعني كان ما بين داك 16 11، حيت انا شفت بزاف وخديت هاد الجوج. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم الغزالات ديالي. انا غادي نكملهم بالتلصاق كاملين، واكيد غادي تشوفوا معايا كاع الفينال التالي الشكل النهائي، تشوفوه معايا ان شاء الله باذن الله، اكيد غادي يعجبكم وغادي تشجعوا باش تاخذوا. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي حنا ما عندناش، واش كيفاش كديري تدفعي؟ شوفوا البنات نقول لكم حاجه وحده، اللي عندها لا كارت كيشي انترناسيونال تقدر انها تدفع راسها، ما تحتاجش حتى شي وحده تجيب لها شي حاجه. كاين اللي عندها لا كارت كيشي انترناسيونال وما كتبغيش تحرق راسها في هذا الشيء كامل، ورغم ذلك كتدفع لشي وحده تجيب لها الحوايج. سينو الا ما عندكش ممكن انك تشوفي شي وحده، حيت كاينين بزاف 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 دابا ديال البنات اللي كيديروا شيئين، اولا حتى الدراري كيديروا شيئين. علاش؟ لان حتى هي فيها واحد النسبه ديال الربح، الا دفعتي لراسك بحال كتستافدي من واحد 15% ولا شي حاجه كي بحال هكا. المهم ديجا راه كتكون ملي كتدخلي الموقع كتلقايها اصلا مكتوبه تما. المهم ملي كتدفعي كي قلت لك منين دفع لك البنت اولا الولد، المهم على حسب شكون غادي يجيب لك السلعه، كتجمعي لا كوموند ديالك كامله كتعطيها لها كتجيبها لك بلا ما تحرقي راسك انتينا لا والو، بغيتي انتينا تجيبيه لراسك. دونك كتاخدي السلعه ديالك كامله اللي بغيتي تاخديها كديريها في البانيي، كتمشي باش صافي كديري بينك صافي راكي خديتيهم، راه غادي تشريهم كيعطيوك الثمن طوطال شحال تحت، كديري اكسبتي ولا مهم اوتوريزي على حسب شنو كيخرج لك في التليفون. كتخرج لك واحد اللائحه
فيها السمية، الكنية، لادغيس، نمرة التليفون، مهم بزاف بزاف ديال الحاجات. وفيها داك كود بوستال، وفيها الكود ديال النمرة ديال لاكارت اللي كتكون في لاكارت غيشي. مهم فيها بزاف ديال الحاجات، وداكشي كله خصك تكتبيه تما وكديري اكسبتي. صافي كدوز القضية هي صافي، كدوز بحال كدفعي شي كوموند لشي حاجة واحدة اخرى. المهم واحد اللائحة خصك تعمريها بوا فينال، غير نتينا الا ما بغيتيش تحمقي راسك، اولا ما عندكش لاكارت ديال البنكة انترناسيونال، راه ما غاديش يمكن لك تشري من عندهم. هذا ما كان هو ماشي ضروري انك تمشي تهزي الفلوس من البنكة وكتحطيها بوحديتها وكتقلبيها دولار وهادي وهادي، حيت اصلا هما تما عندهم لو بخي بالدرهم، يعني هما قالبين فلوسهم من راسهم. مي كتشري بالدرهم، كيخرج لك التوتال بالدرهم، يعني كتكوني مهنيه راسك. دونك صافي هادشي اللي كاين البنات، اولا دفعوا عند شي وحده كتجيب لكم شي ان وهنيو راسكم. غير هو الا جابت لكم هي اكيد ما غتستافدوش من داك 15%، لان هي براسها كتعذب وكتخلص لا ليفريزون بزاف الحاجات. المهم هنا كيف ما كتشوفوا ساليت هانتوما، جا الشكل ديال الحيط بحال هاد الشكل هذا. المهم بصراحه والله في الواقع احسن وجا مزيون، ولو كان عاد كتر ديال الملصقات غيجيو زوينين. المهم ما عليكش دابا، رخيصه بتعليمه كيف ما قلت لكم، ومره الجايه غادي نجيب شي حاجه زوينه وغادي نتشاركها معاكم ان شاء الله. البنات انا عندي بزاف 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 ديال الجنيحات مع اليوم خملنا الكونجيلاتور، ولقيت عندي الجنحين والعناقي ديال العناقات ديال الدجاج. دونك بما انهم كاينين وحنا خملنا الكونجيلاتور، دونك قلنا هاد النهار هما اللي غادي نصوبوهم باش هذا تخوي علينا الكونجيلاتور في نفس الوقت ناكلوهم. بالنسبه لهادو راكم عارفين مع الدجاج داك المره وهذا وهذا، ف الجنيحات وداك الشيء خليناهم، قلنا هكا حتى نديرو بهم شي حاجه. المهم اليوم كتابو، وقلت نشارك معكم الطريقه ديالي الجنيحات في ديال الدجاج في الفران. دونك انا غنشارك معكم البنات المقادير اللي غادي نستعمل، اولا المكونات اللي غادي ندير. ناخذ غير معلقه باش هكذا ناخذ حتى هادشي. المهم انا نقول لكم المقادير بالضبط اللي عندي. هانتوما البنات، عندي هنايا العصير ديال الحامض، عندي هنايا الموطارد، عندي الحليب، هادي الزيت الزيتون يعني زيت البلديه، هادي لالا مطيشه ديال الحك. هادو كانوا عندكم ديروهم، ما كانوش عندكم ما ديروهمش. هادو العطريه ديال الدجاج، ولكن العطريه ديال الدجاج راه كتبنن، كانت ديروها ما كانش ممكن انكم تصغناو عليها. عندنا واحد شويه هنايا ديال الثوم بودغ، ما كانش عندكم ديروا الثوم عاديه. هنايا لالا كاينه زعيطره اولا الزعتر، بجوج بيهم كيعطيو نفس المذاق. هنا عندنا دانون مسوس، دانون طبيعي اللي غادي نستعملو منه جوج ديال المعالق كبارين. عندنا مليحه، عندنا الكمون، عندنا الخرقوم، شويه ديال الفلفل احمر، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكينجبير. ممكن انكم تصوبوا البنات هاد الجنيحات بهاد المكونات هادو اللي كتشوفوهم، سينو ممكن انكم تبدلو، تقدو داك الساعه ديروا مثلا اما الحليب اما دانون السوس مع العطريه كامله اللي كتشوفوها، ولكن ما ديروش نتوما زعتره اولا الزعتر، ممكن انكم تعوضوهم بالاخر ازير. بالنسبه للموطارد ممكن انك ما ديريهاش وتعوضيها بلاصوص ديال السوجا. المهم نتوما على حسب اللوغو اللي كتبغيو، وما اصلا باش ما كانوا كيتشرملو كيجيو بنانين، يعني ماشي ضروري انه يكون شو سميتو نفس المقادير. والبنه اصلا كتبقى فريد، دائما كنقولها انا اللي يديه بنينه راه واخا يصوب حاجه باش ما كانت غادي تجي بنينه، واللي سبحان الله يديه ما كتكونش بنينه راه واخا تحطي له المقادير بالعبر ما غاديش تجي. كنشكر لكم راسي. صافي دابا نجي نصوب انا. تجي تصوب؟ وي الا صوبت انا تجي داكشي بنين. اجي مرحبا. تجي عطيني معلقه صغيره عافاك. غير عطيتك معلقه، هذاك المعلقه غادي تجي بنين. انا سيدي بنينه اختي.
المهم انتم انا بديت على بركه الله. انا درت جوج معالق كبيره، جوج معالق كبارين ديال دالون السوس، ودرت كذلك معلقه صغيره ديال الموطارد. غادي ندير شويه ديال العطريه ديال الدجاج، ندير شويه ديال الزعتر، ندير الثوم المجفف، غادي ندير معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض، هذه مطيشه ديال الحك، معلقه كبيره تما عندي. غادي ندير جوج معالق ديال الحليب، صافي. بالنسبه للعطريه راكم عارفين شويه بحال نقولوا غير راس، باش ما نكثروش بزاف ديال العطريه، راس معلقه ديال السكينجبير وراس معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار حتى هو هكا غير راس معلقه، راس معلقه ديال الكمون، راس معلقه كذلك ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الملح. ماما مالحين بزاف، مالحين هما لا، حيت ملي كنكونو حنا كنغسلوهم كنديرو لهم الملح زايد، راكم عارفين. هادو هما البنات المكونات، غادي ندير معاهم جوج معالق كبارين ديال الزيت البلديه، صافي. غادي نخلط المقادير كامله. البنات كيف ما كتلاحظوا معايا ما درتش بصفه نهائيه، يعني الربيع راني ما درتوش، لو كان درت مع لاصوص صوجا غادي ندير داك الساعات القزبور حبوب، ولكن بما انها ما كايناش دونك غادي نخلي هاد الشرموله بالضبط هي اللي كاينه، صافي ما غنزيد معاها حتى شي حاجه. تبت الشرميله ديال الحوت كيجيو بنانين. نديرهم لكم كاملين، ما خلي لكم حتى شويه ديروا بهم الطايله. نديروا الطايله، نديروا الحريره، قالت لكم نديروا الطايله، نديروا الحريره، نديروا كلشي. بالحق هادو راه عرفتي غتخرج فيهم طول وعرض زينب، زينب تتموت عليهم. هانتوما البنات حنا جبدنا هنايا واحد جوج ديال اوبس، جوج ديال العظيمات، هاهوما هادو عظيمات اختي، فيها شويه ديال الحيمه، هادي عظم، هادو الحريره. صافي غادي نخليهم في الشرموله، المهم انا البنات راه ما كنخليهمش في الشرموله، راكم عارفين عارفين انا الطريقه ديالي في هذا الشيء. كاين اللي كيبيتهم في الشرموله وداك الشيء، انا ما كنبيتهم لا في الشرموله لا والو. وشو سميتو ولكن كان هذه لاطا كنقيمها كنصوبها وشو سميتو وكنخليها تشرمل على خاطر خاطر هذاك الساعات عاد كنديرها في الفران. ثم تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. صافي هادو هما هما، نخليهم دابا حاليا كيتشرملوا،
دائما ملي كنجيو نديرو شي حاجه في الفران، سورتو الا كانت هكا بحال غتشوا ولا هذا، فاكيد كيعجبنا المذاق ديال البصله تكون مع داك الشيء. المهم ماشي غير البصله، البصله او المهم الخضره كامله، سواء كان البصله، القرعه، البطاطا، خيزو، المهم كتعجبنا داك المذاق ديال داك بحال نقولوا الدشوا، وسورتو هذاك الشيء كيطلق الخضره كتطلق حتى هي الماء ديالها وكيطيب داك الشيء. المهم ومن بعد داك الشيء ملي كينشف كيجي مهم داك الشيء هائل. دونك قلت من الاحسن كنت غادي نديرهم بوحديتهم، وفتالي قلت من الاحسن انني ناخذ واحد البصله كبيره ونقطعها بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، من بعد حليتها بيدي باش هكا تحلي بحال سويرات ونحطها هكذا من التحت. وكنت غادي نديرها بوحديتها، عاوتاني قلت غادي نزيد معاها حتى البطاطا نستفها من التحت باش بحال يجي بحال الشكل ديال شي غاطا. المهم فهمتوا يعني ماشي غير واحد يهز داك الجنيحات ولا العنيقات ياكلهم ما يقدر ما يشبعش ولا شي حاجه، واخا تبارك الله داك الشيء راه بزاف، ولكن ما عرفتش قلت من الاحسن انني ندير هكا. كتعرفوا الدراري الصغار وهذا عزيز عليهم شي حاجه سميتها البطاطا ولا هذا، داكشي علاش قبضت البصله درتها من التحت وقبضت البطاطا درتها حتى هي هكذا مقطعه دواور، ما درت لهم حتى شي حاجه كيف ما هما حطيتهم، يعني ما درت لا عطريه لا والو، لان اصلا داك الجنحين غادي يطلقوا لهذا الشرموله ديالهم فوق من هذاك الشيء. صافي وهكا وغادي نستفهم بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. المهم غير بشكل عشوائي انا راكم عارفين ديال داري ما معايا حد بوحديتي، المهم ما كاين لا براني لا والو اللي يعيب، حطيت داك الشيء كيف ما هو، وبحيث ما كفاتنيش اللاطه كامله ديال الفران ما كفاتنيش، وبقيت كان غير كندكس هكذا من الفوق ماشي مشكل. المهم غير غير يطيبوا هذا ما كان. هاي البنات شنقول لكم كيجيو بواحد البنه بواحد اللذه راه ما نقولكمش، بس بقاو الشرمي والجنحين والعنوقه ديال الدجاج بقاو تجمعوهم وديروا بهم بايلا ولا بحال هذا الشكل هذا. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا سانيتهم، دابا غادي ندخلوهم للفران. ياخذوا تقريبا ما عرفت شحال كياخذوا ديال الوقت، تقريبا شي ساعه الا ربع ماكسيموم الا طولوا بزاف، لان الجنحين راهم دغيا دغيا تيطيبوا، حيت انا كنخدم الفران ديال الضو، اما الفران ديال الغاز راه يتصوبوا يعني دغيا دغيا يطيبوا، حيت الفران ديال الغاز راكم عارفين العافيه كتكون فيه مجهده اكثر من الفران ديال الضو، الفران ديال الضو من بعد كتحكمي فيه. المهم دابا غنخليهم بعدا يتشرملوا واحد شويه على خاطر خاطرهم، وداك الساعات غادي ندخلوهم للفران كيف ما قلت لكم، واحد ساعه الا ربع ساعه قلت ولود 40 دقيقه هكا. المهم انا غادي نشوف وقت ما غادي ندير الموس ديالي في قلب منها، الا بان لي بانه طاب راه غادي نطفي عليه، وداك الساعات نقول لكم شحال ديال الوقت اللي دا. غير هو قبل انا راني خديت واحد البصله كبيره اللي قطعتها هكذا شرائح وحليتها باش جاتني في اللاطه كامله، وخديت عاوتاني واحد ثلاثه ديال البطاطات اللي قطعتهم دوائر وحطيتهم من التحت حيت ما مشرملين ما والو على داكشي، درتهم من التحت وصفتو فوق منهم هكا هاد الجنيحات والعنيقات ديال الدجاج، باش اون فوا منين يكون داكشي تيطيب راه غيهبط المرقه كامله، غادي تهبط على داك البطاطا والبصله، وفي نفس الوقت حتى البصله تطلق اللذه ديالها مع البطاطا ومع هاد الجنحين باش يجي مذاق زوين. دونك ملي غادي يطيب ويسالي واكيد غادي نتشاركهم معكم ان شاء الله. ممكن انكم مثلا نتوما تقدموهم مع الروز الا بغيتو بالخضره، سينو ديروهم غير هكا، المهم كل واحد على حساب شنو عنده في الثلاجه وباش كيبغي يعني يوجد كل حاجه هذا ما كان. المهم هو راني غنديرهم راه ما غنغطيهم حتى حاجه، غنخليهم بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وخليهم يطيبوا على عافيه مهيله تقريبا كي قلت لكم واحد الساعه الا ربع. وهنايا من بعد ما خليت داكشي طلعت، كانت الماكينه ديالي سالات لي بالتصبين وطلعت هكا باش نشر التصبين. المهم البنات داك الطريقه اللي كنت كندير باش كنجبد الحوايج، غير تقولوا هادي علاش كدير داكشي كامل علاش تقلب، ماشي تنقلب غير مني كنكون عندي الحوايج مخلطين ديالنا مع ديال اريج،
ضروري ما كنجبد الحوايج ديالنا ولا ديال البنات هما الاولى وكنحطهم، وكنجبد الحوايج ديال الاريج ونحطهم لتحت في الشبكه، عاد كنحط باش كيجيوني ساهلين في النشار، حيت النشار دائما كنبغي الحاجه اللي كتكون طويله او اللي كتكون كبيره نديرها من الداخل، والحاجه اللي كتكون صغيره هي اللي نديرها من برا كاع. داكشي علاش كنسبق دائما الحوايج ديال الاريج في الشبكه هما التحاته، والحوايج الكبارين كنسبقهم كنديرهم من الفوق باش مي كنطلع للسطح الحوايج اللي كبار من الفوق كنسبق بيهم، الا ما كنجي نسالي للتحتاني ديال الشبكه كنلقى تما الحوايج بقاو لي غير ديال الاريج، اما كنديرهم في السلك الاولاني اللي كيبقى لي، يا اما كنديرهم في النشاره لانه هما صغيورين ودغيا كيبسوا، والحاجه الثقيله الكبيره خصها ضروري سلوكه. هذا هو علاش باش ما يسحب لكم شرا، ما عرف شنو تنصدع. انا طلعت نشرت صبين وطلعت معايا بيرلا، انا طالعه وهي انا في باب السطح كنحل باب السطح وانا كنسمع داك الناقوس طالعه كتجري خصها تشمش، حيت قلت لكم لينا من نوع عليها انها تخرج للزنقه وطالعه كتجري. ايوا المهم طلعت تبعتني، شوف فين مشات جلست انتوما. دابا مني ما كتكونش معايا اريش كاينه بيرلا. سبحان الله العظيم، وتقول حتى هي كتعرف بانني راني تنصور، سورتو مي كنجلس باش نهضر معاكم. يلا انا تشوفني كنقاد لهذا الكاميرا باش غنجلس نهضر معاكم، وهي فين ما كانت تجي قدامي سبحان الله العظيم، باش ما يسحب لكمش الحيوان راه ما تيعرفش، قسما بالله الا تيعرف وتيحس وكل شيء سبحان الله العظيم. ايوا مهم اش غنديروا، الله يرحم من ضعفنا، مساكن ما كيهضروا ما والو، وسبحان الله ما اش غنقول لكم. دابا ملي كنشوف شي قطه ولا شي حاجه في الزنقه اقسم بالله الا كتبقى فيا مع، انا كيعجبوني القطيطات الكلاب لا اختي ما تنحملهمش ما عنديش معاهم كاع. ايه واش غدير تيبقاو فيا، كيقول لي انا وشنو تاهي غتزيد تديع شحال قدك يا عسل ابو قطوط، كنقول له لا انا غير بقات فيا وصافي. ايوا المهم غادي نوريكم البنات الطاجين ديالي الكراطان من بعد ما خرج. ها هو البنات من بعد ما وجد عرفتي واحد الرائحه طالعه منه، يا سلام يا سلام، وداك البطاطا من التحت والبصيله كيطلقوا، ها نتوما شوفوا كتلقاو لاصوص كاينه هنايا لتحت هي، يا سلام يا سلام ما شهيتكم فيه. وصافي دايرين هنايا البنات كيف ما كتشوفوا غير زعلوك، وهنايا واحد طريف ديال الراس شها انس مشى جاب النص ديال الراس من عند الكزاه كيتوحم. ايوا صافي هادشي ما كاينو، بصحتكم وراحتكم حتى نتوما الغديوه ديالكم، حنا حطيناها هكا بعدا ناخذوا طيرات كل واحد ياخذ طريف طريف، غير شوفوا اما كل واحد يختار اما ياخذ جنح واحد واما عنق واحد وما يزيدش وما يزيدش. يلاه بنات بصحتكم وراحتكم.